بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات مع الضيف. اليوم الضيف ديالنا غادي يكون هو السي إدريس، حنا معاه في الضيعة ديالو، وحاولنا نشوفوا كيفاش كيدوز الحياة اليومية ديالو في هذا الجو الطبيعي، في هذا الجو اللي كله كاع العلامات ديال التلوث ما كايناش، وبالتالي كان هو وكاين الناس اللي معاه كلهم الحمد لله كيتمتعوا بواحد الصحة جيدة. وفاش سولناهم على واش شافوا الطبيب، تيقول لك دير الطبيب قليلا ما كيشوفوه. علاش؟ وغالبا السر غادي يكون في الحياة اليومية ديالهم، غالبا السر غادي يكون في نمط الحياة ديالهم، غالبا السر غادي يكون في التغذية ديالهم. وبالتالي احنا اليوم غادي نديروا لقاء ثاني مع السي إدريس اللي غادي يحاول يعاود لينا الحياة اليومية ديالو في المجال ديال التغذية، الحياة اليومية ديالو في انه كيفاش كيقضي اليوم ديالو في هاد الضيعة، والشيء اللي خلاه انه كيتمتع بصحة جيدة خلاف ناس اخرين اللي عايشين الحياة الطرف وحياة الاكل وحياة خمسة نجوم وحياة هذا، ومع ذلك كيعانيو الامراض. شنو هو السر؟ والسر غادي نحاولوا نشوفوه اليوم مباشرة مع الضيوف ديالنا اللي حاضرين معنا، وخاصة مع صاحب الضيعة السي إدريس. السي إدريس نضيف عندك اليوم. مرحبا سي. الله يجازيك بخير. راه من الصباح حنا جالسين معك في هاد